السؤال الثاني يقول: الأذان الثاني أو الأذان الأول يوم الجمعة هل هو بدعة؟ والجواب: قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأذان الأول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان الأول يوم الجمعة بإجماع الأمة أنه ما عمل في زمن رسول الله ولا في زمن أبي بكر، إنما عمله عثمان على غير ما يعمله الناس اليوم. فعثمان أرسل رجلا إلى السوق بالزوراء يؤذن يذكرهم بالجمعة، يذكر أهل السوق بالجمعة، هذا عمل عثمان. ونقول لأصحاب الأذان الأول اليوم يوم الجمعة: من منكم يعمل عمل عثمان؟ حتى تكونوا من أتباع الخلفاء الراشدين كما زعمتم. إذا كان أحد يريد أن يتبع سنة عثمان وعمل عثمان فليذهب إلى السوق ينادي لأهل السوق إن كان صادقا، لكن كلهم يؤذنون في المسجد، بل بعضهم يؤذن في المسجد قبل الجمعة بخمس دقائق، ما فائدة هذا الأذان؟ ثم يقوم الناس يصلون ركعتين بعد الأذان، هذا بدعة في بدعة. ثم يقوم المؤذن يؤذن أذانا ثانيا بعد الركعتين، ثم يصعد الخطيب: السلام عليكم ورحمة الله. لو حضر عثمان هذا العمل ماذا سيقول؟ عثمان رضي الله عنه لو حضر هذا الأذان في المسجد بهذه الطريقة لقال: أعوذ بالله من هذه البدعة، أنا بريء منها. عثمان لا يقر هذه البدعة. ما فائدة أذانين في مسجد والناس مجتمعين؟ هذا ليس من سنة رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك، من أين أتيتم بهذه البدعة النكراء؟ قد يقول قائل: هل أحد حكم على الأذان الأول يوم الجمعة أنه بدعة من الصحابة والتابعين؟ نقول: نعم، جماعة كثير حكموا أنه بدعة، فابن عمر كما في مصنف بن أبي شيبة بسند صحيح يقول: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. ابن عمر، بل علي بن أبي طالب لم يعمل ما عمل عثمان، بل من بعد علي من خلفاء وأمراء بني أمية الذين هم يحبون عثمان ما عملوا عمل عثمان. إذن فالسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: فكيف العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ يجاب عن هذا بما قاله الإمام الوادعي رحمه الله، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقتهم التي اجتمعوا عليها كلهم في اتباع سنتي. فأبو بكر انفرد بأقوال، عمر انفرد بأقوال، عثمان انفرد بأقوال، علي انفرد بأقوال، هل يجب علينا أن نتبع أقوال أبي بكر كلها؟ أبو بكر وعمر أخطأوا في التمتع، فأنكر ابن عباس وابن عمر أنكروا القول بماذا؟ بعدم التمتع،
حتى قال ابن عمر لما قيل له في ذلك قال إذا قال أبي قولا وقال رسول الله قولا قول أبي أحق أن يتبع من قول رسول الله. وقال ابن عباس أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر في هذه المسألة. إذن أبو بكر ليس بمعصوم، عمر ليس بمعصوم، عثمان ليس بمعصوم، علي ليس بمعصوم. وإذا اجتمع الخلفاء الراشدون على مسألة لا يعلم أنهم اجتمعوا